In problems 37 and 38, Earn 1 contains 7 red and 3 white balls. Total 10. Earn 2 contains 4 red and 5 white balls. Total 9. A ball is drawn from Earn 1, اللي كان فيه 10, and placed in Earn 2. بعد ما نحط الكرة الأولى في Earn 2, هيبقى Earn 2 فيه 10 balls. Then, a ball is drawn from Earn 2. Well, if the ball drawn from Earn 2 is red, يبقى الكونديشن إن السكند drawn تكون red, اللي هو من Earn 2. What is the probability that the ball drawn from Earn 1 was red? يبقى عايز probability إن الكرة الأولى تكون red, given إن الكرة الثانية اللي اتسحبت من Earn 2 أيضا red. نرسم التري دياجرام من Earn 1. هنسحب كرة إما red أو white. الريد 7 والتوتال 10, الوايت 3 والتوتال 10. هنحطها في Earn 2 ونرد نسحب السكند بول. كان عندنا 4 ريد, فلو جالها ريد هيبقى 5 ريد 5 وايت, يبقى احتمالية 5/10 و 5/10. لو سحبنا الكرة الأولى from Earn 1 white, يبقى الوايت هيصير 6 والريد 4, يبقى 4/10 للريد و 6/10 للوايت, ودايما التوتال 10. احنا عايزين probability الأولى ريد given إن الثانية ريد, وده هيساوي probability red 1 intersect كرة الثانية red تقسيم ان الثانية تكون red, وده هيساوي probability الاولى red تقاطع الثانية red تقسيم كل الred 2, يبقى الاولى red والثانية red, أو الأولى وايت والثانية ريد من التري دياجرام. الأولى ريد والثانية ريد, الأولى ريد والثانية ريد, يبقى 7 times 5 7/10 times 5/10, موجود نفسه في المقام 7/10 times 5/10 plus الأولى وايت والثانية ريد, الأولى وايت والثانية ريد, يبقى 3 times 4 plus 3 times 10, دايما الدينومينيتور 10, 4 times 10, ده هيديني 35/100. خلي الدينومينيتور 100 في البسط وفي المقام عشان يتكنسلوا مع بعض. 35/100 plus 12/100 هيديني 35/100. في الدينومينيتور عندنا 47/100, نكنسل ال 100 مع ال 100, يتبقى لنا 35 تقسيم 47, ومفيش أبسط من الشكل المذكور.